جامد أوي ده آخرك؟ جامد كمان. أيوه ها أيوه ارمي نفسك على الأرض بقى. طلعت واحد ابني ما عندوش رحمه. بيسيبه يا صحيح صغير بيسيبه واحد انا بواحد كسبت خلاص كسبت الصف عامل زي ابوه بس ما بيقبلش بالهزيمه. انت خسرت انت كده خسرت انت هتروح ما ينامش انت مشكلتك يا واحد ما واحد ما عندوش كام والله هو ما عندوش حسن حسن ولا ما الواد عندوش ما عندوش اطفال وبتاع ما عندوش ما اطفال عندوش مش واحد ده معترف طفل هسيبه يعني هو حسام حسن وبيقعد يحزق بقى وبتاع مش هينام طول انت الليل بتتفرج على ابوك بيعمل ابوك ويحزق ده مش هينام طول الليل انا مش هتفرج على ابوك انت خسران 6-0 على فكره اهو مش هينام طب ما تيجي نجرب بص ناحية عارف. تانية بص يا بص تعال نجرب ناحية بص تانية يا مودي هو كبير فانت هتخسر عشان هو كبير انت ما تكبر هتبقى اقوى منه لا انما لا هتخسر دلوقتي عشان انت ضعيف انا هعمل له عقده بقى انا هعمل له عقده يلا هو انت بس هو كبير بس صورته انا بصوره فيديو والله انت كل انت بتخسر يا مودي عشان بس انت صغير هو كبير هو عشان كبير بس بذكر اتنين بقى المفروض يعني بكره تكبر يا مودي بكره وتكسبه مودي بتجيب تبقى السيسي بص بقى وهنجيبه لك هنا على يلا نفس الكنبه دي تكسبه يلا براحتك واحد قول انت واحد اتنين تلاته قول لا لا انت انت شد شد جامد شد جامد يلا يلا قول واحد اتنين تلاته لا شد جامد انت انت خليك شد جامد قوي قول واحد اتنين تلاته واحد اتنين تلاته خلاص ايه يا بطل حسام 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 خالد خالد روح يا سيدي يلا اقف جنب اقف واحد شمال واحد يمين